ان شاء الله باذن الله. فكره كاينه ولكن مع تيسير الله. احنا مزروبين ولكن اللي جات من عند الله مرحبا بها. انا صراحه خصني بنيتها، كنميل للبنات اكثر. وانا كنقول زعما اللي بغاها الله هي اللي غادي تكون ان شاء الله اللي كتب، ما كاينش مشاكل. انا بالنسبه لي هي بنيتها يا ذكيوار يا تويماتي ثلاثه. حصله فيهم، يعني اللي جا ذكر وبنيتها فحال فحال، ما عندهاش مشكل. اكيد في المجال الموسيقي كاينه واحد الاغنيه ان شاء الله اللي انا حاولت انني ناخذ وقت كبير باش نخدم حاجه نقيه. كما كتعرفوا الاغنيه اللي فاتت راه بغيتو حققت واحد النجاح كبير، الحمد لله الناس كاملين عجباتهم الاغنيه. دونك كنحاول انني في البروجي اللي ماجي نحاول نكاردي لو ميم نيفو او بيان نزيد نطلع النيفو باش ان شاء الله نكسب واحد الفئه جديده من الجمهور المغربي. الاغنيه اللي فاتت بغيتو فراح بغيتو الاغنيه ملي خرجت صراحه انا كنت متوقعه نجاح اكثر من هذاك، بحكم اننا اول تجربه لي انا مع سفيان صراحه، يعني كنا ظهرنا بجوج بينا، كنت متوقعه زعما نجاح الاغنيه، وصراحه كنت طامعه في كثر باش ما نكذبش على ربي، كنت طامعه في كثر، ولكن حتى ديك نجاح فرحانين به بزاف وفخورين به. الحمد لله. ومن هذا المنبر كنبغي نشكر كاع الطاقم اللي خدم في ديك الاغنيه ديال راه بغيتو، وان شاء الله الجديد ديال سفيان اللي هو خدام له، اللي واخا تعطل صراحه واحد شويه وانما بصح خدام وماشي باش يحافظ نفس الريتم وان شاء الله اكثر. اشتركوا معنا في قناة طنجة 24، ضغطوا على جيم وما تنساوش تفعلوا الجرس.